عرفت بلادنا هذه السنة ولله الحمد تساقطات مطرية مهمة مكنت الفلاحة من تجاوز سنتين صعبتين تميزتا بشح الأمطار وضعف الموارد المائية. بداية الموسم كانت متعطرة بفعل معطيات مناخية مقلقة وعجز مائي كبير، الشيء الذي ساهم في زرع تخوف عند الفلاحين وعطل انطلاق الزراعات الخريفية وتدهور الغطاء النباتي. ولكن بفضل الله وفي أواخر شهر نوفمبر شهدنا عودة الأمطار بصفة مهمة منتظمة بكافة التراب الوطني، وهذا الشيء كان عنده واحد وقع إيجابي وكبير على انطلاق العملية ديال الزرع، بحيث الحمد لله تمكننا من زرع 4.2 مليون هكتار، منها 44% من القمح اللين، 34% من الشعير، و 22% من القمح الصلب. وبغيت مرة أخرى نرجع ونوه بالاحترافية الكبرى اللي أصبحت كتميز الفلاحة والفلاحين المغاربة، بحيث أنه رغم تأخر التساقطات إلى أننا استطعنا في ظرفية وجيزة يعني باش نزرعوا تقريبا هذا 4 مليون ديال الهكتار. كذلك مدخلات الإنتاج، دخلنا بتوفير ديال 1,200,000 كنطار من البذور المختارة. أما عملية المكنانة مكنت من تسريع الحرث والزرع، دانا تقريبا 2.5 مليون هكتار في ظرف 3 ديال الأسابيع. وتعتبر اليوم 75% من المساحة المزروعة بالحبوب في وضعية جيدة إلى جيدة جدا، ومن المنتظر أن تتحسن الوضعية بعد الأمطار المتوقعة خلال هذا الشهر، كما أن الغطاء الحالي النباتي في حالة جد مرضية وفي تحسن كبير مقارنة مع السنوات الماضية. أما بالنسبة للبرامج ديال إكتار البذور فقد أن أنجز خلال هذا الموسم على مساحة ديال 50,850 هكتار، إذن 70% أكثر من الموسم الماضي. ومن المبيعات المهمة اللي نهزت هذه السنة تقريبا بعنا 1,200,000 هكتار، فمن المتوقع باش ننجو إن شاء الله 1,600,000 قنطار من البذور المختارة اللي غادي تسمح لينا باش ندخلو نعودو يعني أولا المخزون اللي عندنا وندخلو السنة المقبلة بكل رياحية. كذلك تعتبر باقي الزراعات الخريفية في وضعية جد مرضية، الكلائية على مساحة 513,000، القطاني على مساحة 168,000. أما بالنسبة للزراعات السكرية فإن التوقعات تبقى جد إيجابية على الرغم من محدودية الموارد المائية خاصة بدائرة دكلا وملوية. فعلى الرغم من ذلك تمت زراعة 46,000 هكتار من الشمندر السكري، ويتوقع بلوغ الإنتاج مهم يتجاوز 3 مليون ديال الطن، وذلك بمتوسط مردودية جد مهم 65 هكتار للطن للهكتار عفوا. أما القصب ديال السكر فقد تمت زراعة 12,400 هكتار، منها 10,000 اللي غادي قابلة للحش هذه السنة، وغادي ينتجوا إن شاء الله 60,000 طن. فيما يخص الزراعات ديال الخضر والفواكه فخلال مرحلة الخريف لو بلان داسولمون تم الإنجاز ديالو 109,000 هكتار، خلال الشتاء تم إنجاز 61,000 هكتار. هذين البرنامجين سيمكنان من تغطية حاجيات السوق الوطنية والصادرات حتى نهاية شهر يونيو من هذه السنة. إضافة إلى ذلك كاين البرنامج ديال الزراعة الربيعية من الخضر والفواكه على مساحة تقريبا 92,000 هكتار، واللي غادي يمكن من تلبية الحاجيات مختلف الأسواق خلال فصل الصيف باش يدينا حتى لسبتمبر إن شاء الله. أما الزراعة ديال الأشجار المثمرة بدورها غادي تعرف تحقيق نتائج جد متميزة، وذلك بتسجيل ارتفاع في الإنتاج خلال هذا الموسم الحالي اللي غادي يجي يعني إن شاء الله من هنا لسبتمبر يعني لاكوية ديالو. الحواميد كنتوقعوا بارتفاع ديال 28%، والزيتون كنتوقعوا واحد الارتفاع ديال 14%، التمور كنتوقعوا واحد الزيادة ديال 4%، كما يتوقع حدود ارتفاع بنسبة 10% إلى 15% لجميع أنواع الأشجار المثمرة نظرا للظروف المناخية الملائمة يعني في المناطق الجبلية. ولكن هذا الشيء يكون يبقى دائما مرهون يعني بالكليما كيفاش غادي يكون في شهر ماي وفي شهر من هنا لهذا الشهر أفريل.
القطيع كذلك كننتظروا باش يكون واحد لا كرواسونس ديال تقريبا 3%، والاشاره ان القطيع الوطني ما كيتجاوز 31 مليون ديال الراس، وما تغير فيه حتى شي حاجه. اللي وقع فيه هو ليطا دو سونتي ديالو، التسمين ديالو اللي كيخلي ان النوم دو كيلو كيزيد يطلع، وهذا الشيء رغم يعني انه ما هبطناش من هذيك 31 مليون، رغم اننا جينا من دو زاني ديفيسيل ديال الخصاص فيما يخص يعني هذا الشيء ديال التوفر ديال الكلاء في المراعي. وهذا الشيء بالفضل ديال الدعم الكبير اللي تقدم للمربين من خلال البرنامج الحكومي ديال اغاثه يعني الماشيه. وفي هذا الاطار بغيت ننوه باطول الفلاحه خصوصا على سعيد الجهات، كذلك بالتعاون ديال السلطات المحليه اللي سهلت هذه العمليه خصوصا في مرحله الجائحه، واللي فرقنا واحد العدد ديال يعني هذا الشيء ديال الكلاء، بقينا كنفرقوا حتى جات الشتاء حتى لواحد العدد ديال المناطق ولاو زيرو اونليفمون، ما بقاوش كياخذوا الناس. اما الصديرات فهي حتى هي عندها صمود وخلق كذلك للقيمة المضافة رغم الأزمة اللي كيعيشها العالم جراء تداعيات ديال جائحة كوفيد. فنقني نقول لكم بأنه حالة جيدة يعني اللي كتمشي كتبصم عليها الصادرات الفلاحية المغربية. وخا هاد الظروف العالمية الصعبة وكاين اضطراب وارتباك في معظم الأسواق العالمية، فالفلاحة المغربية متجندة بجميع المتدخلين وعلى رأسهم الفلاحة والمهنيين، وتمكننا اليوم من تسجيل ارتفاع في صادرات الفواكه والخضر كتقدر بنحو 7% إلى حجم 1,384,000 طن، يعني من لا سيزون اللي كتبدا في سبتمبر ديبي سبتمبر حتى اليوم دانا 7% دو كواسونس ديال لي زيكسبورتاسيون ديال الفواكه والخضر. وتم تسجيل ارتفاع في صادرات الحوامض بحوالي 10% حتى هي من سبتمبر حتى لدابا، البواكر زائد 5%، والمنتجات الفلاحيه زائد 13%. وفيما يتعلق بالصادرات في المنتجات السمكيه من بدايه يناير الى اليوم، فرغم انه ينبس ديال 12% ديال لا برودكسيون ديال اليوتيك ديال السمك، ولكن لا فالور ديال داكشي اللي صيفطنا للخارج وديال ليكسبورتاسيون طلعت 17%، اذا ربحنا 29% تقريبا في لا كومبيتيتيفيتي ديال هذا المنتوج هذا.